بسم الله الرحمن الرحيم. في الجزء ده ان شاء الله هنتكلم على التريلز اللي طالعه من التشانكس دي او طالعه من البيسز. سهل قوي الموضوع دوت. الاول قبل ما نقول سهل وصعب، تعالوا نظبط الدنيا بتاعتنا. نعمل Alt G مجرد تنظيم بس، دي هنسميها Effectors، تمام؟ ودي الانفايرومنت ودي الكاميرا. تعالوا الاول نحط الافكتورز كلها لير براوزر، دبل كليك ونسميها افكتورز، ونحط الافكتورز دي كلها جوه كده ونديها نديها وليكن لون اورنج، مش عاجبني اللون الازرق، تمام. لو ضغطنا دبل اسف لو ضغطنا لير براوزر ورحت للدي بتاعنا فيزيبيليتي تيرن اوف كده هشيلها، ولو عملت كده من ماتريال هشيلها من اسف من المانجر هشيلها من المانجر، ولو عملت سولو هخليها هي لوحدها. تيرن اوف فيزيبيليتي هشيلها كلها، هنا الالفا هنا اعمل لها لوكت لو انا عايز اقفلها، لكن على كل حال ادينا بننظم الشغل. نيجي بعد كده للفراكتشر اوبجكت، هروح لموجراف واروح لتريسر. طبعا انا علمت على كله ليه؟ علشان ينزل هنا بالمنظر ده كده. في نقطه، التريسر بيعمل لاين. يعني انا عملت كده وجيت اوريكم الزاويه دي، جينا عملنا الانيميشن، بصوا اللي هيحصل اول ما شايفين هو ده اللي التريسر بيعمل، طيب تمام مفيش مشكله. في بس حاجه في الاب ويند، ازود التربولنس شويه، وبرده في البلين افكتور في الفول اوف اقربها شويه بس كده، تاني تمام ماشي. في بس حاجة عايز احطها على كل دول، هروح للإفكتورز اسف للفورسز واحط تيربلنس. تيربلنس عشان يعمل يعني يعمل لهم روتيشن بوزيشن مش عارف ايه، يعني ما يخليهمش ثابتين. برضو هروح على كله واروح على فورس واشوف دي واخد تيربلنس نحطها فين بعد الفريكشن، ونخليها انفينيت عادي خالص، ونخلي الاوبجكت او السترينجز بتاعها ب50 مجرد بس عشان نشوف، وبعدين نرجع نظبط القيمه دي بعد كده. شوف التربيلنس خلاها طلعت زي ما شايفين، فيها لفه فيها روتيشن، ما بقتش منتظمه، تمام. بس اخليه ب10 احسن. الشكل بتاع اللي طلعت فوق دي ممكن نحكمها من الاب ويند، اب ويند ارجعها هنا شويه كده، كده الحركة اتظبطت تمام ومية مية. نرجع كده من الكاميرا،
تمام ونشوف وضعها كده تمام. نرجع للتريسر، وانا عايز التريسر ده يبقى لاين. قبل ما عوزه يبقى لاين عايز ادقق في حركته شويه. هتشوفوا حاجه يعني رخمه شويه، يعني هنلاقي في تكسيرات حاده. شايفين التكسيره دي؟ دي شويه تكسيرات حاده كده. طب نظبطها ازاي؟ لو انت رحت ليه التايب هتلاقيه لينير. لو قلبت اللينير ده خليته كيوبيك هتلاقي الخطوط اللي طالعه سموز، ما هياش طالعه مش طالعه لينير، مش طالعه حاده. مش هتلاقي الخربشه الحاده قوي دي، تمام؟ مش هتلاقيها خالص زي ما انت شايف بالشكل ده كده. ممكن اخليه حتى بيزير سبلاين، تمام؟ بالشكل ده. ممكن لو انا عايز اخف الدنيا شويه بدل تريس باسز ممكن اقول له لا مش اسف مش بدل تريس باسز، بدل ما هقول له الهاندل كلونز نودز اونلي ممكن اقول له انترميديت كلونز. بس كده الدنيا ما خفتش، ده كده هيمسك في كل فيرتكس، في كل فيرتكس في الايه في الاوبجكت. بالمناسبه هي دي نفس الطريقه اللي معمول بيها الايدنت، بس انا مش هشتغل بيها يعني عشان الدنيا تخف شويه. ممكن اقول له كلونز اوف كلونز، وان تكون برضو الطريقه دي مش هي هياها، او هخليها انترميديت واشيل الفيرتكس، واشيل الفيرتكس كده. ابقى انا وصلت بالظبط لنفس الطريقه اللي معمول بيها الايدنت ده، لكن برضو خفيت الدنيا شويه. لو كنت علمت على فيرتكس كانت الدنيا باظت زي ما انتم شفتوا من شويه. لكن التريلز في الايدنت ما كانتش ثابته كده، كانت بتمشي ورا القطع بتاعتها. طيب عشان نعملها دي سهله قوي، لو انت رحت عملت ليميت للتريلز بتاعت التريسر، لو رحت لفروم اند وقلت له مثلا خليها لي ولتكن لمده 100 فريم، اذا بعد كل 100 فريم هيبدا كل تريل ينتهي، فهيبان ان هو بيمشي ورا القطعه بتاعته. اوري لكم من انجل احسن، تمام؟ بحيث انه نشوف الاند انجل عامل ازاي. بعد اول 100 فريم شايفين ادي اللي حصل. ممكن اخليها وتكون 50، تبقى اقصر شويه على فكره. بالظبط كده كويسه قوي. لو رحت حتى للكاميرا كده جميله جدا وكويسه جدا جدا جدا. ممكن اقول السبيس لوكال جلوبال، يعني مفيش مشكله. لو قلت له انترميديت بوينتس، لو قلت له ادابتيف وخليت الانجل مثلا وليكن 5 كده، انا بزود الدنيا على نفسي، بس هيطلع نتيجه كويسه ومرنه، هتبقى فيها سموز على فكره. تمام وحلو قوي 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 الموضوع، جميل. طيب تعالوا نعمل انيميشن الكاميرا بسرعه كده، تمام؟ وليكن الكاميرا عند انه احط كي فريم لكله، وهمشي كده اداري بس التريسر ده، امشي كده. اعتقد ان هو كان دخل بالكاميرا لجوه، بس ثواني بقى نشيل البتاع ده. اعتقد كان دخل بالكاميرا لجوه، تمام. لا متهيألي والله اعلم احنا هنجيب ده هنا وهنجيب ده
هنا، يعني عند 80 و160. إن لم يكن خليها عند 50 بحيث يبدأ يتحرك من عند 50. هو فعلا كان بادئ يتحرك بالكاميرا. لو جينا من أول هنا وحطينا للكاميرا كي فريمز هنا في الحتة دي ورحنا للآخر ورحت لافف الكاميرا، لأن هو لف الكاميرا تمام ومشي مع الأوبجكتس نفسها، لف الكاميرا ومشي مع الأوبجكتات نفسها. تعالوا كده نشوف. تمام، بس اعتقد انه كان برضو مشي هنا شوية. ما مشيش. طيب لو عملنا كنترول زد 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 ونشوف كده، تمام هنا وقف وهنا تمام مفيش مشكلة. لو مشينا لغاية الفريم هنقول 280 مثلا وخدنا الكاميرا حركناها على اكس وواي كده مثلا وعملنا لها روتيت وجينا حاطين الكاميرا كي فريم ونشوف. تمام، وإن كنت أعتقد أن الكاميرا اللي كان ليها محور تاني، احنا مسكناها كده مسكناها واحدة واحدة، هي قربت. سيبوكم اللي حصل، لأن اللي حصل ده مش مظبوط. تمام، ممكن الكاميرا نكون لفيناها كده سنة، ناخدها تحت سنة بس كده مش اكتر. لو رجعنا بقى كده وشفنا حلو قوي قوي قوي، تمام قوي.
حلو قوي الموضوع. فاضل بس التريسر، نخلي التريسر ده وليكن 80 بس علشان يبقى اطول سنه. وفاضل ان احنا نخلي التريسر ده بقى مرئي، لان هو كده مش مرئي. كل ما في الموضوع ان انا هجيب سيركل، والله ممكن فورميلا، بس مش عارف هتيجي ولا لا. لو انا حطيت سويب نيربس وخدت الاثنين دول وحطيتهم كده، مش عارف ايه اللي حصل ده عامة. لكن لو انا عكست خليت الوضع كده، جيت عملت ريندر. هو انا هحتاج الفورميولا، بس نجرب حاجة. لو حطيت السيركل، خليت السيركل دي 1 سنتي وحطيت دي جوه دي، يبقى الباص اسف البروفايل وبعدين الباص، وشفنا كده ظروفها هتبقى ايه. هتبقى رخمة على فكرة علشان التريسر. شفته، عشان التريسر نفسه معمول له انترميديات بوينتس، فهو ده اللي هيتقل الموضوع فعلا زي ما انتم شايفين اهي. هقرب لكم بس بلاش الكاميرا بقى. ايوه بالظبط، هي دي التريلز اللي طالعه. تمام، بس بصوا التريسر، لو احنا رحنا قللنا او خلينا نان، الموضوع على فكره هيبقى اسهل كتير قوي. طبعا كل الكلام ده لازم ترجع من الاول عشان الكلام ده ما يبانش. حالا نشوف كل حاجه، مش مشكلة، أنا عايز شكلها بس يطلع يبان وبعد كده ما يحلها ربنا. وأنا عملت كده هنلاقي التريلز بالشكل ده. السيركل دي أنا متهيألي لو أنا قلت له 2 من 10 أو قلت له نص هتبقى أحسن شوية. ولو الأدابتيف خليتها ب30 يعني هتساهم شوية ان الدنيا تخف. غير كده كمان السويب نيربس نفسه انا عاوز الديتيلز، هو باين ان هو تخين من ناحية المصدر وقليق ورفيع من الاخر. لو انا عملت دي كده هيبقى العكس، لكن لو عملت دي كده تمام اداني نفس التريل اللي احنا شايفين. ثواني نعمل ريندر وارجع لكم. ادي الشكل بتاع الريندر زي ما انتم شايفين التريلز عاملة ازاي. هجرب معاكم حاجة ويا رب تنفع. لو على سبيل المثال، خدت المجراف وخدت راندوم افكتور وحطيت الراندوم افكتور جوه التريسر، يمكن في ناس تقول عليا اهبل، لكن انا بجرب حاجه معينه ان انا استخدم الافكتورز كموديفايرز. طب لو رحت الديفورم وبدل ما هي اوف خليتها بوينت، حلو حلو. واحد يقول لي هو ايه اللي حلو في كده، هقول لك ثواني. لو رحت بعد كده للبارامتر لما بلاش بارامتر واروح لافكتور، بدل ما الراندوم مود راندوم ممكن اخليه نويز، مش كده برضو؟ ممكن اخليه نويز. وفي البارامتر انا مش عايز اتحرك الحركات دي كلها، وليكن مثلا 10، لا في 50، في 10، لان انا عايز اكتر الحركه على الواي عشان يعمل فلويد. وبصوا عشان نخف الدنيا شويه، انا كل الكلام ده هدريه، كل الكلام ده هدريه ليه؟ انا عايز بس اشوف التريسر مش اكتر من كده. على فكره انا ذكي قوي، انا كان ممكن ببساطه اضغط كليك واعمل كده اهو،
واريح دماغي، وكليك واعمل كده واريح دماغي، مش كده برضو؟ لكن انا عملت كده وضغط كده وعملت كده دبل كليك واسحب واضغط، كان كده اسهل. لكن خير، هنعمل رندر ونشوف كده المنظر، هنشوف التريسرز بس وهي طالعه، ونشوف تاثير النويز. والله هو كويس، لكن هيحتاج ان التريسر نفسه في الانترميديات بوينتس تبقى امرنا لله، تبقى ادابتيف فعلا، ادى التاثير اللي انا محتاجه او ادى الفلويد اللي انا محتاجه. بلاش ادابتيف، هنخليها سب ديفايد، ونخلي الماكسيمم انجل 2 تبقى سموز، والانجل نفسه 2 تبقى سموز اكتر. او اقول لكم ممكن اقول له خليها ادابتف 5 ونخليه كيوبيك يبقى احسن. وفي الراندوم نفسه في فيكتور اخلي انيميشن سبيد ولتكن ب3، والسكيل ولتكن ب10، لا ولتكن ب300، السبيس يو في عشان تبقى بالظبط على نفس شكل الاوبجكت. عايز نفسي اجرب بقى واشوف كده شكلها عامل ازاي. لو ما نفعتش هناخد واحده تانية. مش نافعه. طب ما انا ممكن اخد الجوشيان، لا تربيلونس خليها نويز زي ما هي، 1 1 1 كده تقريبا. ما عنديش نويز، ولو لغيت ده ورجعت رجعت دول ورجعت رجعت دول وجيت ابص على الشكل كده، هروح حتى للتريسر واعمل رايت كليك سينما فور دي تاج ديسبلاي تاج، وهقول له ليفل اوف ديتيلز خليها لي 10% بحيث الدنيا تخف شويه. شوف بس الحركه بتاعت التريلز شكلها ايه، هل بتتحرك ما بتتحركش. طب في حاجه ما جايز انا ده انا قافل التربيلونج، ده انا قافل الراندوم. تاني 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 معلش. الحاجات دي عايز اطمن بس انها مش ظاهره في الريندر. لا ظاهره في الريندر. طب ليه ظاهره؟ ممكن لان الديفورم على بوينت، ممكن اخلي الديفورم على اوبجكت. لا ظاهره برضو. طيب اذا الراندوم مش هينفع، اذا الراندوم افكتور مش هينفع. طيب لو خدت الفورميولا افكتور وحطيته كموديفاير جوه التريسر، قلت له دي فورم على الاوبجكت ككل، هل لا ده باظ، ده باظت. طيب تريسر موديفاير هو راح فين فين فين؟ فورميولا افكتور وخدته جوه التريسر، وجينا عملنا ريندر.
برضو مش هيطلع. طيب هو كل ما في الموضوع انا كنت عايز اعمل زي تموجات كده في التريسر نفسه، طب لو شلنا الديسبلاي تاج ما جايز ده عيب من الديسبلاي تاج. عملنا كده ورحنا للتريسر قلت له نودز اونلي، انا عايز اعمل رندر اشوف في حاجه طالعه ولا مش طالعه، لان في حاجات بيتهيألي انها ايوه الحاجات دي. لو عملنا رندر تاني كده في هنا حاجة طالعة مش عارف ايه هي، عند حرف في الاو. طب اعتقد متهيألي والله اعلم ان ده من الادابتيف، خليتها نن بالظبط بالظبط. طيب ادي مشكلة وعرفنا حلها. تاني كده نشوف في حاجة ولا مش هيبقى في حاجة. بالظبط كانت المشكلة من الانترميديت بوينتس، كانت المشكلة فعلا من الانترميديت بوينتس. طب ما نجرب تاني، لو حطينا الراندوم افكتور وخدناه جوه التريسر وخلينا الديفورميشن على البوينتس وخلينا الافكتور عبارة عن نويز، على فكرة اداني اللي انا عايزه، وخلينا الانيميشن سبيد ولتكن 200 ونجرب كده، هنلاقي التريلز نفسها بتتحرك. ايوه زي انا عايز دي، شفتوا التريلز نفسها عماله تعمل ازاي؟ عمالة تتحرك الحركة دي، بس أنا يعني عايز الحركة بطيئة. 20 كويسة أوي 20. ومشكلتي مع التريسر في الانترميديت بوينتس دي، أنا ممكن أخلي سب ديفايد، أعتقد سب ديفايد ممكن تحل مشكلة الحاجات اللي عمالة تظهر. غير كده كمان ظهر التاني. طب ناتشرال نون. طيب ممكن يونيفورم نعمل رندر ونشوف. طيب واضح ان الرندر هيظهر ان الحاجات دي طالعه. طب انا اوقف الفيديو واشوف حل المشكله وبعد كده ارجع لكم تاني عشان ما توهكوش معايا.